السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو ننقل إشكال أحد الوهابية نعم على الحاج وعجلامي، ولماذا ذهب إلى بيت الله، لماذا ذهب لإداء العمرة أو إلى الحج، كون الإمام الحسين عليه السلام موجود في كربلاء وزيارة الإمام الحسين تعدل ألف عمرة وألف حج. نسأل إن شاء الله على تمام الإجابة. كيف أشكل على حجة الحاج وعد اللامي أو ذهب إلى الحج ولنا تعقيب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الأخ أبو عبد الملك تفضل. عندي لك سؤال حاج، أسف حاج وعد. اي بس انت اذا نفس التليفون بدل الاسلاك، لان صار لك يومين اسلاكك مو طبيعيه، الان صوت طبيعي جيد، تفضل قول شنو سؤالك. انا اسالك سؤال واتمنى ان تجيبني بكل صراحه. تفضل. انت يقال لك الحاج وعد، اليس كذلك؟ اي نعم، تفضل. يعني أنت ذهبت إلى الحج صح؟ إخواني تركوا العقيدة وتشلبوا بي، شنو تريد تقول؟ تفضل. سؤال عندي سؤال. أنت لا إيه تفضل، كمل السؤال، كمل السؤال. أخونا الوقت يضايقني حتى ما أقطعك وتقول قطعني، كمل السؤال تفضل، ثم شنو تريد؟ السؤال أنتم في دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية أن زيارة قبر الحسين يوم عرفة أفضل من ألف الله يحفظك أختنا وألف ألف عمرة، فإذا أنت لماذا ذهبت إلى الحج وأتعبت نفسك وأنفقت مالك وعندك قبر الحسين يوم عرفة أفضل من مليون حج ومليون عمرة، وأن كربلاء في دينك أفضل وأشرف من الكعبة المشرفة، فجاوبني بكل صراحة، هل هذا موجود في دينك أم لا؟ إذا كنت تنكر فأنت ترد كلام المعصوم المزعوم في دينك. أنا عندي المصادر من كتب الشيعة في بحار المجلسي وفي الوافي، يقولون بأن زيارة قبر الحسين يوم عرفة. طب ممكن أجاوب لأنه حتى لا يضايق الوقت؟ ممكن جاوب على معصومك، رد على معصومك. أحسن، يا ريت تكون بهالمستوى سؤال وأنا أجاوب، وإذا ما أعرف ترى هي مو مشكلة، أقول لك ما أعرف أقرأ وأسأل وأجيك، الإنسان يتواضع لله تبارك وتعالى ويتواضع للآخرين. أما قولك أنه الحجة فمعناه أجر الحجة، ومعنى الأجر لا يسقط الواجب، الواجب حين التمكن هذا لابد منه. وأما زيارة الحسين عليه السلام نعم وردت وتكاثرت الأحاديث في فضل زيارة الحسين عليه السلام، تعدل ألف حجة، تعدل 200 حجة، تعدل مليون حجة، هذا أجر هذه الزيارة، لا يعني أن الحج يسقط الواجب، فالأجر في زيارة الحسين عليه السلام وزوار الحسين له أجر. أما السبب في هذا لأنه زيارة الحسين عليه السلام عندما كانوا يزورون الحسين عليه السلام مرة فترة من الفترات يعطونا أعضاءهم، فترة من الفترات يقتل، احنا عشنا هذه الفترة في زمن الطاغية في زيارة الحسين عليه السلام والتقارير والبعثية وإلى إلى إلى آخره، فاحنا عشنا هذا الأمر فما في مشكلة، لكن تسقط الواجب. خلي أكمل لطفا لطفا لو سمحت، خليني يوم من الأيام واحد يحترم الآخر لطفا. طيب، وأما قولك أن كربلاء أفضل من مكة بالإجابة، هذا قولي، هذا قول معصوم. لا ما إيه قول معصوم، خلي جاوبك يا حبيبنا. شوف أنا ما أفر من الأسئلة، أنا شجاع، وعندما أجاوب نحن أولاد علي بن أبي طالب. أنا باقي معاك وأنت تشتم بي. أنا لا أشتم بك. تعطيني مجال يا شيخنا يا حبيبنا يا أستاذي. هذا الكلام الذي قلته كله باطل. خلي أكمل، أنت تقول باطل، أنا مستعد أن أثبت هذا الكلام من كتب الشيعة كما قلت.
خلي أكمل جوابي، خلي أكمل جوابي. ليش تخافون من الحقيقة؟ ليش تخافون أن الشيعي يتكلم؟ شفت يوم جعفر، شوف يخافون أن الشيعي. شوف إخواني، هو مو سألني وسكتت بكل أدب يا جماهير السنة، يا أهل السنة، يا أهل السنة. هو مو سألني وأنا سكتت، بعد أنك ما قلت له تسمح لي أجاوب قالت أقول لك اسمحني اسمحني. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع أدي دقيقة. نحن نريد نزور الإمام الحسين، نريد نعبد الإمام الحسين، نريد ما انتش عليك بينا. احنا قلنا لك هذا معاوية. طب أخذنا بس خلي أجيب أم جعفر الوقت بقى 30 ثانية أخواني. وأما قوله أن الكربلاء، لأنه كربلاء احتوت الإمام الحسين عليه السلام، بل عندهم أن الأرض التي احتوت قبر النبي صلى الله عليه وآله حتى أكرم من الكعبة، بل أكرم من العرش في كتب السنة. طب لماذا والحسين، النبي قال حسين مني، فكربلاء أكرم من الكعبة بلا شك ولا ريب. سجلوها. طيب حياكم الله من جديد اخواني اخواتي. مثل ما استمعنا، مثل ما شاهدنا الى تمام هذه المداخلة، الاخوة من المخالفين للأسف الشديد اقول يريدون او يرددون الكلام من دون انه يريدون انه يفهمون الاجابة ويصلهم الجواب. هو يدخل يعني باجابات مسبقة، بترتيب نتيجة مسبقة، سواء الجواب اقتنع به ما مقتنع، الجواب كان عقلي، الجواب كان جيد، الجواب كان سيء. هو مرتب اثر انه انت تشرك بالله لما تذهب للامام الحسين، لما هناك روايه تقول الف حجه الف عمره لزياره الامام الحسين عليه السلام، فكيف فاي شيء تتكلم به يا شيعي هو يعني شيء ليس له اي فائده. لكن فائده هذه الاتصالات، يسال هذا الشخص ما يتداول او يتداول في المجتمعات المخالفه لمدرسه ومنهج اهل البيت عليهم السلام، ويتم الاجابه عليه في نفس الحلقه. فالاجابه ليس لي أبي عبد الملك، إنما الإجابة لكل من يسأل هذا السؤال وكل من في عقله هذا السؤال. نحن عندما نقول زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وأتمنى الأخوة يصححوا لي، الروايات تتحدث عن الحجة، أو نعم عن الحجة المستحبة وليس الحج الواجب. في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، تصور أنت اليوم مثلا شخص متمكن وقادر على زيارة بيت الله وقادر على إداء فرض الحج، و نسأل سؤال: هل عندما تزور قبر الإمام الحسين عليه السلام هل يسقط منك تكليف الحج؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، وأكرر بالتأكيد لا. فهذا الموضوع ناظر إلى مكانة الإمام الحسين عليه السلام، ومدى صحة العبارة، مدى قربة لله عز وجل، وأيضا ما ضحى به من كل شيء يمتلك الإمام الحسين عليه السلام.